لا يزالوا صابرين ثابتين بالتأكيد في معركتهم، معركة الأمعاء الخاوجة، وبأجسادهم التي لم يتبقى منها الكثير في مقاومتها لهذه بالتأكيد الإضرابات عن الطعام رفض لاعتقالهم الإداري، لكن يتغذون بالإرادة والأمل بالله دائما وأبدا، ويتسلحون بالثقة التامة بإن شاء الله نيل حريتهم العادلة لهم. أيضا مباشرة نذهب وإياكم لنتحدث ونطمئن أيضا على وضع الأسير مقداد القواسمي الذي كما وصف ذاب لحم مقداد. تحدثنا عن وضعه مباشرة وتضعنا في المستجدات السيدة إيمان بدر والدة الأسير مقداد القواسمي. أسعد الله صباحك بكل الخير سيدة إيمان. صباحكم صباح كل المستمعين. أهلا وسهلا بك، وبالتأكيد نحن نقدر صعوبة المشاعر والموقف الذي تعيشونه في ظل حالة الخوف والقلق على وضع مقداد، يعني ما يزيد عن 100 يوم من الإضراب عن الطعام، لكن قوبلت هذه المرحلة النضالية والكفاحية من مقداد بتفعيل اعتقال مقداد إداريا. حدثينا أكثر بداية كيف يبدو الوضع ومستجدات ما يتعلق بمقداد. مقداد اليوم وصل إضرابه 10 أيام بعد 100. مقداد تم تفعيل الاعتقال الإداري بعد تجميده، كان نظرا لتحسن الوضع الصحي كما يدعون التقارير الطبية الملفقة المحتالة المزورة. وضع مقداد لآخر يوم شفته كان يعاني من أوجاع شديدة جدا في العظام، يعاني من تشويش وضعف في النظر، وجع شديد في الرأس، وعدم القدرة على النوم إلا بمنوم، عدم القدرة على الحركة والكلام. مقداد لا يستطيع الوصول إلى الحمام، أطرافه وجسده باردة جدا، تلازمه المدفأة في الفراش، وبعدها يتم نقله إلى سجن عزل الرملة الذي يفتقر إلى أدنى مقومات حياة الأسير، ويفتقر بالتالي إلى أدنى رعاية صحية. مقداد يعني يحتاج إلى متابعة طبية وصحية وظروف صحية تكون ملائمة مع الأوجاع والألام التي يعانيها من نتيجة إضرابه عن الطعام. نعم. وهي الأشياء مفقودة تماما في سجن الرملة. مقداد مستمر في إضرابه بإرادة وعزيمة قوية، ولكن الخوف يزداد والقلق يزداد ساعة بعد ساعة، نظرا لعدم توفر أي متابعة طبية لأي طارئ ممكن يحصل مع مقداد أو أحد الأسر المضربين على الطعام، طالما أنه موجودين في عزل وما في متابعة وما في يعني مقومات الحياة الطبيعية، ما بالك أما يكون إنسان مضرب عن الطعام. بالتأكيد، وهذا الوضع سيكون يعني أكثر صعوبة. نتمنى إن شاء الله يعني كل السلامة والصحة، وأن يواصل مقداد صموده وثباته، وأن يخرج من هذه المعركة منتصرا إن شاء الله هو وزملائه فيه وإخوته في الأسر. لكن سيدة إيمان، يعني قرار تفعيل الاعتقال الإداري، ألم يكن صدمة لكم بالنسبة لكم كأهل؟ وحتى يعني بصراحة، هل هذا يعني أنه وشيء ليس بجديد على الحكومة الإسرائيلية المتعجرفة، ولكن بصراحة يعني أين تسير الأمور من وجهة نظرك، وما على الجهات المختصة أن تكون فاعلة؟ طبعا كان مفاجئ ومصادم إلنا جميعا، لأنه ما بتناسب مبرر يعني العذر أقبح من ذنب، يعني إنه تحسن وضعه أي تحسن وهو مستمر في إضرابه، وإحنا كنا كاشفين عن صور قبل تم استئناف اعتقاله بفسر مدى الحالة الصحية اللي وصل لها مقداد، يعني أي وقاحة أي جرم أي مستوى من اللا إنسانية اللي وصلها الاحتلال لما يستأنف اعتقال مقداد بهيك حالة صحية، واستغلال ضعفه واستمراره في الإضراب عن الطعام.
إلى ما تسير الأمور إن شاء الله نحو النصر بإذن الله. يعني هذا أمنا بالله إن شاء الله مقدام، لأنه مصر على نيل الحرية ومهما كلف الثمن. مقدام بتمنى وبنشد أنا من كل أي إنسان حر شريف مسؤول كبير صغير، سواء على في نطاق الوطن أو خارج الوطن في كل أنحاء الكرة الأرضية، إنه يتدخل في إنقاذ حياة ابني. مقداد طالب الحرية يعني بطريقة طبيعية، إنه يعيش الحياة بطريقة حق، إنه يكون حر، حق إنه يمارس الحياة كما يحلو له دون أن يمس أي إنسان ضرر. لكن هذا الاحتلال لم يعطيه الفرصة لأن يكون ووضع طبيعي المقداد. يبقى يتطلب منا من كل الأحرار، من كل الشرفاء، من كل المسؤولين، من كل السياسيين، من كل المؤسسات الحقوقية والإنسانية التدخل في إنقاذ حياة مقداد، لأنه قاوم طريقة سلمية وطلب الحرية ونشدها ودافع عن حقه في هذه الحرية. وإحنا واجب علينا أن نقف بجانبه لأن موقف إنساني بحت، والوصل إلى وضع صحي بتطلب منا التدخل السريع والحاسم جدا وعدم الانتظار أو التلقى في إنقاذ حياة مقداد. ونحن بالتأكيد ندعو إن شاء الله السلامة، كل السلامة لمقداد ولكل أسرانا البواسل، وإن شاء الله أن يمن عليهم بموفور الصحة والعافية، وأن ينتصروا في هذه المعركة، معركة الكل الفلسطيني، وأن يكون هنالك التفاف حقيقي سواء من الجمهور الفلسطيني أو حتى من كافة المؤسسات التي يجب أن تقف إلى جانب أسرانا، ليس فقط أهلهم وحدهم أن يكونوا في المقدمة، إنما أن نكون جميعا خط دفاع حقيقي عن هؤلاء الأسرى. السيدة إيمان بدر والدة الأسير مقداد القواسمي، أشكرك جزيل الشكر على هذه التوضيحات والمداخلة، ونواصل مع حضرتكم في